السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كاع راكم بيا. تبعوا معايا اليوم حنا نعرفوا شويه معلومات على واحد الفيروس لابليبار منكم كاع سمعوا به، اللي هو جداري القرود. دوك تقولوا لي حنا تعنينا من الكوفيد، من الكورونا تاع الخفافيش، بدلنا دوك جداري القرود نقعدوا ندورو غير مع الفيروسات اللي جونا من الحيوانات. اول حاجه لازم تعرفها باللي هذا عباره عن فيروس حيواني المنشا. واش معناتها حيواني المنشا؟ معناتها في بادئ الامر كان عند حيوان وعدى به الانسان، وهنا انتشرت العدوى عند البشر. الحاجه الثانيه لازم تعرفها باللي هذا ماهوش فيروس جديد، هذا فيروس بزاف قديم، واول مره صار الاكتشاف تاعو في الكونغو في السبعينات. لوريجين تاعو كان في دول افريقيه في وسط وغرب افريقيا، وراو ينتمي لنفس عائله الفيروس تاع الجداري العادي اللي كان نعرفوه، اللي كاين دواء وعلاج وفاكسان ضده، مي بصح اقل خطوره منه. ينتقل هذا المرض عند مخلطات اشخاص يكونوا مصابين، وبيان سور مام الحيوانات كيكون حيوانات مصابه. انت سيرمون ما تكون كونتاكت مع شادي في افريقيا، دونك كاين حيوانات واحد اخرين يقدروا يكونوا حاملين هذا الفيروس كيما القوارض، كيما السناجب، كيما الفيران. العدوى جينيرال تكون عن طريق التشققات الجلديه، العين، الانف، الفم، وحتى المجرى التنفسي. ومن اهم الاعراض بيان سور حمى، طفح جلدي، صداع، الم في العضلات، تضخم العقد الليمفاويه. مده تاع الحضانه تاع الفيروس في الجسم تاعنا، يعني لا بيريود دانكوباسيون، تكون من 6 ايام حتى 16 يوم، وتقدر هذه الاعراض تختفي ويبدا الشفاء، يعني بدون تدخل اي علاج ولا تدخل طبي، ما بين 14 حتى 21 يوم. لحد الان ما كانش علاج لهذا الفيروس، مي بصح اللقاح ولا الفاكسان تاع الجداري العام اللي كاع نعرفوه اثبت فعاليه ضد هذا الفيروس، دونك ما عندك ما تخاف. ولازم تاني دير في بالك باللي فيروس هذا جداري القرود ما يقدرش يولي وباء كيما فيروس كوفيد ولا كورونا. وعلاش؟ على خاطر فيروس كوفيد العدوى كانت تبدا قبل ما يبداو الاعراض، ما انت ما عندكش اعراض تاع مرض وتقعد تعدي في الناس، سي بور سا كان انتشار تاعو رابيدمون كبير ولو موند كاع مرض به، سما ولا وباء رابيدمون. بار كونتر هذا فيروس جداري القرود العدوى ما تكونش حتى تتبان اعراض، ما العدوى تكون بعد ما يبانوا الاعراض. سما انت سير مو حتشوف هذاك الانسان عنده طفح جلدي وحمى وراو عيان دوريجين ما يقدرش كاع يبوجي، دونك تكون عنده بزاف سطف في العضله تاعو، دونك عنده اعراض باش يبدا يعدي. سما انت دوريجين كي تشوف انسان مريض ماش تروح لعنده، سي بور سا ما يقدرش يكون وباء. سما العدوى ما راهيش مخبيه، راهي باينه. كاين سلالتين من هذا الفيروس، كاين سلاله غرب افريقيا ووسط افريقيا. نسبة الوفيات لا تتعدى 1% في سلالة تاع غرب افريقيا عند الاشخاص المصابين. بار كونتر سلالة تاع وسط افريقيا نسبة الوفيات لا تتعدى 10% عند الناس اللي يكونوا مصابين. واغلب الحالات راهي باينة في الدول الاوروبية كما اسبانيا، البرتغال، حتى في استراليا، حتى في الولايات المتحدة الامريكية، كندا.